معانا عبر الهاتف واحد من اهم كباتن النادي الاهلي على مر التاريخ، واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، الكابتن الكبير كابتن شادي محمد. يا كابتن شادي منور الدنيا. مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اخبار كله بخير؟ كله زي الفل. انا كنت لسه بقول من شويه قبل ما تدخل انه النادي الاهلي، وده كان كلام الكابتن محمود الخطيب النهارده للاعبين وكلام مارسيل كولر النهارده للاعبين، مش من المفترض انه تركيز اللاعبين يروح في اي حته تخص التحكيم والمباراه والجماهير والكلام ده كله، وانت راجل ياما لعبت مباريات صعبه في القاره الافريقيه واصعب من كده كمان. قول لي ازاي المفروض لعيبه النادي الاهلي تتعامل مع المباراه القادمه، وتقول ايه كمان لجماهير النادي الاهلي اللي ممكن تسرح شويه في الظروف الخارجيه دي. ايوه طب خليني اقول لك في البدايه ارض لك على النتيجه. رغم ال في تفاصيل صغيره ادت لخروج النتيجه بالشكل ده، ولكن انا شايف النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، وكره القدم فيها توفيق وسوء. التوفيق بتاع المباراه كان يخرج 3-4 صح، استغلال فرص اللعيبه، اهدرت فرص سهله جدا مع ظلم تحكيمي باين. ومش هتكلم على اي حاجه، هتكلم على ضربه جزاء في الدقيقه الاولى والطرد اللي هو كان مستحق للنادي الاهلي. لعيبه اللعبه برتاوه هيروح انفراد. فانا كل دي تفاصيل مش هتكلم فيها، لان خلاص صفحه اتقفلت، ومش من عاده النادي الاهلي يتكلم في التحكيم كتير. ايوه انا هتكلم على ما اثير في السوشيال ميديا، والبعض بيعمل سيناريوهات غير منطقيه ولا تليق باسم النادي الاهلي. ومش معنى الناس قاعده على السوشيال ميديا اللي نبتدي نخلق اعذار أو أو, او 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 ندخل في مواضيع عيب اللي احنا نتكلم فيها كالاهلي كبير. الاهلي اكبر من اللي يدخل من التفاصيل دي، وهي ان الحكم اللي هيحكم المباراه هو اخر مباراه ليه، فمش فارقه معاه، فهيجي على الاهلي. ولا يقدر يعمل كده. الدنيا يا جماعه الدنيا مختلفه زي زمان. المباراه بتتابع بيتابعها ناس في كل حته في العالم. صحيح. فمش الطبيعي ان يحصل حاجه غير منطقيه. وارد ممكن خطا، وارد حاجات بسيطه تعدي. صح. لكن مش ورد، مش هيجيب الكوره يحطها في الفرقه يعني الحكم. انا ما ينفعش اخلي لعيبتي تروح للتركيز ده. ايوه. ما ينفعش كجمهور بالملايين اللعيبه بتحترمه وتقدره في مشهد اكثر من رائع شفناه في ماتش امبارح من جماهير الاهلي المحترمه اللي ساندت بكل قوه، اللي احنا اقعد اخلي طريقه تفكير الجمهور الاهلي هيتسلم. لا، انا اقول للعيبه انتوا رجاله. أيوة. تاريخكم في ده، ارجعوا للصفاقس ورادس، ارجعوا للقطن الكاميروني في جروه. هو ده الاهلي، مفيش حاجه معاه مستحيل. طيب هتقول لي انا ممكن ككابتن سابق للنادي الاهلي، انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا تريح جماهير النادي الاهلي. اتفضل. في منها قاعده كبيره جدا شافت الانجاز ده، وفي قاعده من الشباب ما شافتهوش، فاللي ما شافش نحكي له ونفهمه. بنتكلم على مباراه الصفاقس ورادس، تعادلت هنا 1-1. الناس خارجه من الاستاد محبطه، اللعيبه محبطه، الاداره محبطه، كل ما هو اهلاوي متضايق. طيب راح تلعب المباراه النهائيه، لك ان تتخيل. عماد النحاس مش موجود. محمد بركات مش موجود. محمد شوقي مش موجود. عماد متعب هداف الفريق ما ابتداش المباراه، اسلام الشاطر ما ابتداش المباراه. تخيل. والاهلي بيرجع بالكاس جوه رادس. انت غايب بقى، بكلمك ايه، عنصر واثنين وخمس ست عناصر مهمه جدا اي فرقه في العالم تتاثر بيه. صح. لكن صح. الاصرار والعزيمه، واللي انت تحول طريقه الكلام السلبيه لطريقه ايجابيه. ايه الطريقه الايجابيه؟ اللي انا عندي القدره الفنيه اللي انا اقدر. انا بتكلم كوره، لو كنت اقول لك مثلا بالنتيجه دي ورايح اقابل صن داونز فنيا اعلى مني. لكن الوداد مش اعلى مني. صح. الوداد باخطائي انا اللي خليته اعلى مني. واقول لك حاجه كمان يا كابتن شادي، عشان الناس بتقول لك الاهلي خسر من الوداد 2017 2022 في استاد محمد الخامس، فالموضوع ده هيتكرر في 2023. قلت امبارح رجعوا الاهلي في 2017 و2022 وشوفوا الحاله الفنيه وقتها، وبصوا على الحاله الفنيه للاهلي دلوقتي. وقتها ما كانش الاهلي في افضل احواله الفنيه. اتفضل. ثلث ساعة في المباراة الأهلي استحواذ 80%. 82% في نهائي بطولة أفريقيا. صح. 82%. استحواذ
استحواذ ده حاجه مفيش ده معناه انت اجنابك اشتغلت كويس جدا، وسط ملعبك اشتغل كويس جدا، صح، قفلت كويس جدا، حراسه المرمى كانت كويسه، كل التفاصيل كانت كويسه، صحيح، مع وجود التواجد الجماهيري المرعب لجماهير النادي الاهلي. ما نقعدش نتكلم يا جماعه، وده الغلط اللي يقع فيه جماهير النادي الاهلي. قول للعيبه انتوا قادرين، قول للعيبه، قول للاداره، اقعد مع لعيبتك، قول لعيب لعيب، تخاطبه وتكلمه، استغل السوشيال ميديا القويه بتاعتك في الايجابيات. نقدر فنيا اعلى، نقدر نجيب هدف واثنين بره. انا اسف الاهلي يا جماعه، قابلنا الترجي، البعض طلع الرجاء اسف وقال لك الرجاء اقوى من الاهلي فنيا. الاهلي وان سايد جيم الماتشين مسيطر، صح، فرقه الرجاء انا اسف احترمها واقدرها واقدر جماهيرها، لكن ما شفتش فريق كان لا حول ولا قوه قدام النادي مش عارف يهاجم. الاهلي قافل له كل خطوط الملعب، صحيح. النهارده الاهلي راح جاب من الترجي في ملعبه، انا حاسس الاهلي بيلعب في مصر، صح صح. فانت فنيا، فانت فنيا لا يقدر بره، صح، مع الوداد، لان عندك من العناصر اللي فايقه وتطور من ادائها، بس في بعض الامور اللي ما ينفعش نعملها. ما ينفعش اتوتر كلاعب كابتن الفرقه او اي لاعب في المباراه. ما ينفعش ان انا في حاجه اسمها كابتن الفرقه يتعامل بادب مع الحكم، يحط ايده ورا ظهره ويقول له شوف الفار، من حقي ككابتن الفريق بكلمك اديني حقي، عشان هو بملك كمان حكم عصبي، فلازم التعامل معاه يبقى ذكي جدا بالظبط يعني، عشان اكسب الحكم من، صح، هنا هيديك حقك، صح، لو هو حتى انت بتضغطه ضغط منطقي وضغط طبيعي، لكن مش اللي انا فرقه عارف اللي هي بتضيع الوقت. فاللي انا اديله فرصه بدل ما اللعبه تاخد دقيقه تاخد 7 و8 دقائق ويلعبني شوط ربع ساعه، ده مش منطقي.